مرحب بحضراتكم من جديد. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل وخطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال الاستغلال الأمثل لخطط الملاحي بين ميناء السد العالي وميناء وادي حلفة، واللي بيبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. ووجه سيادته بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية. وقد عرض الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين ميناءي السد العالي ووادي حلفة، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض أيضاً جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصة ميناءي الأسكندرية والدخيلة، فضلاً عن سير العمل بتطوير ميناءي العين السخنة وسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. كما استعرض السيد وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في الخط الثاني من المشروع، والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل، بما سيساهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل في خطي المونوريل شرق وغرب النيل، وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومتر بعدد 19 محطة، وسيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. امبارح كمان سيادة الرئيس عمل اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وطمن سيادة الرئيس على الحالة الصحية لجلالة الملك، وده بعد نجاح العملية الجراحية اللي أجراها مؤخرا. كمان امبارح سيادة الرئيس وجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث الأتوبيس السياحي بأسوان، وكتب سيادته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: أتابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، وجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. وأضاف السيد الرئيس: كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حصلت امبارح مجمعة في تقرير، ومنها التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره مع شركة إين الإيطالية، وكمان اجتماع رئيس الوزراء مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت عشان التوصل من أجل التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت وعدم تأثر المشروعات في قطاع التشييد والبناء بوجه عام. في
مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد مراسم التوقيع على اتفاق إيطالي للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إني الإيطالية. الاتفاقية دي بتأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات، خاصة في مجال الطاقة. كمان امبارح رئيس الوزراء اجتمع مع كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت، وقال إن التوقيت ده بيتطلب ضرورة التوصل لسعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات اللي بيتم تنفيذها دلوقتي، لأن ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة هيأثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام. امبارح كمان عمل الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، وقال إن الدولة بتستهدف من خلال تنفيذ العديد من المشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور وجعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسر والتخفيف من الكثافات المرورية عليها. وبالنسبة للأخبار اللي ترددت على السوشيال ميديا حول تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار دي تماماً، وقال إنه تعديل قانون الإصلاح الزراعي هدفه الأساسي هو الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار المزارعين وكمان تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة. دلوقتي معدنا مع جولة في المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، وانطلاق موسم زراعة محصول القطن في البحيرة وتنفيذ أعمال رصف 500 شارع بمنطقة العصفرة في الإسكندرية، وأخبار تانية من مطروح ودمياط وكمان الدقهلية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، نبدأها من البحيرة اللي تم فيها إطلاق موسم زراعة محصول القطن، وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة إن المستهدف زراعته هذا العام 70,000 فدان تقريباً. في الأليوبية أطلقت هيئة قناة السويس مبادرة خيرية لدعم مرضى الجزام بمستعمرة الجزام بمنطقة أبو زعبل، بتتضمن قافلة غذائية وطبية محملة بمواد غذائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية وكراسي متحركة كهربائية حديثة، وده للمساهمة في تغطية جانب من الاحتياجات الصحية والغذائية للمقيمين بالمستعمرة. في دمياط قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط منح مكافأة مالية لفريق كلية الهندسة، وده بعد فوزهم بالمركز الأول في فئة كونسبت كلاس في رهل السيارات الكهربائية إيفر 2022، واللي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه 22 فريق من الجامعات والمعاهد المصرية. في مطروح وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير معلمين لديهم الخبرة في التعامل مع الأطفال ذوي القدرات وطريقة برايل، وعمل دورات تدريبية لتأهيل المدرسين للتعامل مع الطلاب في قادرون باختلاف. في الإسكندرية بيتم العمل على رصف حوالي 500 شارع بمنطقة العصفرة إبلي بإجمالي أطوال بتصل ل 51,543 متر، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة حتى الآن وصلت ل 98%.